كل ده انتوا محتاجين تعليق تاني. طب انا بس يمكن كلامي ياخد وقت كتير شويه يا استاذ احمد الحقيقه، لان يعني انت اخترته ملفين في منتهى الاهميه، هو عباره عن الوجه، وجه مصر، سواء كان السياسه الخارجيه او السياسه الامنيه الداخليه يعني. وانا هحاول اقول مش لل يعني مش هقول نفس المفردات اللي قالها السيد وزير الخارجيه او حتى السيد وزير الداخليه، لان انا دايما ببقى يعني بستهدف الناس اللي موجوده في الناس البسيطه قوي، لان ده يعني دول الاغلب والمفكرين والمثقفين ممكن يكونوا مستوعبين الكلام ده واكتر منه كمان. الناس اللي قعدت معايا في 2011 قلت لهم الدولة المصرية بقت انتبهوا، وكان هم مش مستغربين قوي للكلام دوت، والكلام ده كتير من اللي يعني من الإعلاميين والمفكرين اللي كانوا موجودين في الفترة ديت أنا قعدت معاهم وقلت لهم الدولة المصرية الروابط بتاعتها اتفكت. الروابط بتاعتها إيه يا أستاذ أحمد؟ يعني إيه الروابط بتاعتها اتفكت؟ أنا اعتبرت إن الدولة بمؤسساتها، مش أنا اللي اعتبرت، ده الواقع بيقول كده، الدولة بمؤسساتها هي عبارة عن أحزمة بتحكم الحماية والأمان والأمن للدولة، من أول مؤسسة الرئاسة للدستور للمؤسسات البرلمانية للمؤسسات الوزارات المختلفة. كل مؤسسة يتم استهدافها أنت بتفك حاجة في الدولة، كل مؤسسة بيتم استهدافها انت بتفك حاجه في الدوله. فتصور او تصوروا انك انت استهدفت مؤسسه الرئاسه. احنا هنا مش بنتكلم على اشخاص، احنا بنتكلم على حاله، بنتكلم على ايه؟ حاله دوله، مش حاله رئيس ولا نظام ابدا. انتبه، لما تستهدف المؤسسه دي انت شلت الراس اللي بتسيطر على مفاصل الدولة دي، ثم رحت مستهدف جناح من أجنحة الأمن القومي المصري هي وزارة الداخلية، مش بس كده، ورحت داخل على عامل وقيعة اتحطت لها محاولات كبيرة جدا منهم للوقيعة بين الداخلية والجيش يا محمد، وقالوا إن الجيش ساب الداخلية ورطها، يعني ساب. أنا بقول كلام مظبوط يا محمود؟ ده الحكاية. ثم ابتدت بقى البرلمان، وكان بغض النظر ماليش دعوة بموضوع ان ده كان انتخابات مزورة ولا مش مزورة، انا بتكلم على انك انت كان عندك مؤسسة، المؤسسة دي انت فكتها بغض النظر عن العوار اللي فيها، لكن انعكاس التفكيك اللي حصل في الدولة المصرية في الوقت ده كان هيكون ليه تأثير عميق جدا جدا على استقرارها ومستقبلها بعد كده، لان كل مؤسسة انت فكتها هتبقى عايز ترجعها. هتقدر ترجعها ولا لا؟ المسار بتاع ارجاعها مسار مش سهل. مثال، انت حليت البرلمان، عشان ترجع البرلمان عايز تعمل انتخابات. طب في استقرار ولا مفيش؟ طب القوى السياسيه جاهزه ولا مش جاهزه؟ طيب انت هتقدر تعمل الانتخابات دي ولا لا؟ طب انت عندك قدره تمويليه انك انت تمولها ولا لا؟ شوف، عشان انت جيت ايه؟ حليتها في ثانيه. حليتها في ايه؟ فكتها في ثانية، لكن استعادتها مش في ثانية. طب نفس الكلام مؤسسة الرئاسة، أنت فكتها شلتها، طب عايز ترجعها، خش بقى في مسار، هنعمل الدستور الأول ولا هنعمل البرلمان الأول ولا هنعمل الرئاسة الأول، وتخش في المتاهات ديت اللي من خلالها حالة الهشاشة اللي بتتعرض لها الدولة في المرحلة دي في منتهى الخطورة، خاصة في دولة عددها كبير والظروف الاقتصادية بتاعتها صعبة جدا جدا، وفي عناصر موجودة فاهمة غلط ان لما هتوقعها هتاخدها، توقعها ايه؟ هتاخدها. وهو مش فاهم لانه مش متعلم ان اللي بيقع ما ينفعش يتاخد، اللي بيقع ايه؟ اللي بيقع ما ينفعش يتاخد، خده. وبعدين ها لهم ما وجدوا
لهم ما وجدوا. وأنا بقول الكلام ده عسى أن يكون منهم رشيد يفهم أن عمر ربنا سبحانه وتعالى لما يعني يحافظ على بلد ما حد أبدا يقدر يكسرها أبدا. واللي حصل ده كل مقاومات التدمير وهدم الدولة كانت متوفرة، مفيش كلام، مفيش مؤسسة كانت على حل عدا الجيش، وكمان اتعمل له مخطط كبير جدا 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 للإساءة ليه وتشويه صورته، وتشويه صورته حتى لا يكون له دور في المرحلة دي. أقول تاني، يعني كل مؤسسات الدولة تم إسقاطها عشان تبقى دولة بلا دولة وتمشي الدولة كده بعد تدمير الإقسام والمديريات الأمن ولمؤاخذة الكنائس ومش كل ما يمكن إن هم قدروا إيديهم تطول لهدمه لم يتورعوا عن هدمه. وأنا والله بتقول لا يمكن ربنا يمكن الأشرار أبدا، والله بقيت أقول كده. وأنا ما كانش في أمل، ما كانش في أمل إن يعني إن ممكن تنجح. أنا كانوا بيسألوني كمدير الاستخبارات مين اللي جاي؟ أقول لهم هم اللي جايين. ده تقدير، تقدير علمي في ضوء إيه؟ في ضوء فهم والناس البسيطة جدا في مصر على مدى 50-60 سنة من التقديم السلبي والتقديم الخاطئ للحقيقة، وبيقدموا نفسهم على هم أفاضل الناس. يا أخي ده المنهج كذب، المنهج في كذب، يعني بلاش المنهج كذب، الكذب منهج، خلوا الكذب منهج، شرعنوا الكذب. شرعنوا الإيه؟ أنا مش بهاجم حد والله، أنا والله ما بهاجم حد، أنا بوصف حد. هاجم براحتك يا فندم. لا 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 لا، حقك علينا تعمل اللي انت عايزه. لا 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 لا، هما هنخش على النقطة ديت في السياسات اللي احنا انتهجناها في الفترة ديت يعني، بس أنا بحاول الأول أوصف الواقع المصري في الوقت دوت للناس اللي ممكن تكون يا نسيت أو ما كانتش مهتمة أو كانت يعني حديثة السن. ده اللي اتعمل، وفي فرق انك تقوله وفرق انك تعيشه. انك تقوله ممكن نوصف ونحكي كتير ونكتب كتب كمان وتبقى، لكن انك تعيش ده كحالة بكل تفاصيلها وتبقى معلمة في وجدانك انك انت بترى وطنك بلدك اهلك ناسك هيضيعوا منك، هيضيعوا مننا، هيضيعوا مننا بايدينا احنا. وده كان اخطر حاجه في الفكره، فكره الاسقاط والهدم بواسطه اهل البلد. فاللي حصل ان هي مؤسسات الدوله كلها تم اسقاطها، وابتدينا بقى نخش في 19 مارس الاعلان الدستوري والتعديلات الدستوريه اللي اتعملت والكلام اللي انتم عشتوه. هو ده عباره عن انك انت تسقط المؤسسات وتسقط الانظمه اللي انت كانت قائمه عليها الدوله بغض النظر عن عوارها. هنا روح رابط الكلام بوزاره الداخليه. انت بتتكلم على انك انت عايز عيد اعاده هيكله وزاره الداخليه، وانا بقول لوزير الداخليه انا مع الفكره. ايه يا دكتور؟ ايوه انا مع اعاده هيكله كل حته فيك يا مصر. ليه؟ التطوير، التطوير جزء، التطوير جزء من الحياة الإنسانية، ولو أنت ما اعترفتش بيه وجريت على أنك تعمله يبقى أنت مش يعني مفردات الدنيا ما أنتش تعرفها. يعني تقول لو جيت قلت إيه مؤسسة الجيش خلاص كفاية كده، مؤسسة القضاء كفاية كده، مؤسسة الخارجية كفاية كده. لو أنت عشت بالفكرة ديت كصانع ومتخذ قرار في وقت في وقت ما
انت بالمؤاخذه بتتخلف عن مرحله عصرك. فالفكره هنا مش فكره مطلب شعبي لاعاده هيكله، لا، ده التطوير والمستهدف لاي مؤسسه من مؤسسات البلد بغض النظر عن 2011، ده عمل لابد ان كل المختصين وكل المسؤولين يكونوا دايما شايفينه وبيجروا عليه. ولما تطور النهارده وتفكر في التطوير بكره، وتطور بكره وتدور في التطوير بعد بكره. لكن لو توقفت على جمود بادبيات انت كنت عايش بها من 50 سنة على سبيل المثال، وده النقطه اللي انا معلش يا سامح هتلاقيني بقفز بينك وبين وزير الداخليه. لما جه الوزير سامح يعني كوزير الخارجيه انا ما كنتش اعرفه، فقعدنا عشان نتكلم على السياسه الخارجيه المصريه. ففي الوقت ده كانت الانطباع سلبي جدا عن الدوله المصريه، مش بس عشان المحاوله الداعمه من جانب القوات المسلحه لاراده الشعب المصري، ولكن ده الانطباع اللي كان موجود، انطباع سلبي جدا. ثم بقيت الدوله غير مستقره، والاضطرابات فيها عاليه جدا، والامن فيها مضطرب للغايه، والاعمال الارهابيه بتمس حتت مش بس سيناء، لا ده في كل ده، كان في الصعيد موجود، قاموا حرقوا 65 كنيسه ولا 70 مش كده، قاموا حرقوا دول وابراج الكهرباء ومحطات الكهرباء واي حاجه قدروا يوصلوها عملوها. فلما جينا بنتكلم احنا وسامح، قلت له يا سامح انا ادبيات السياسه عندي مختلفه عن ادبيات السياسه الدوليه من غير ما حد يزعل يعني اللي بيتم تدريسها في كليه السياسه والعلوم الاقتصاديه. ممكن الدكتور هلا تزعل من الكلام ده. قلت له لا، وانا عندي ثقه كبيره جدا جدا في هذه الادبيات، والثقه دي نابعه من قيم اخلاقيه ودينية أنا بعتقدها، حتى لو كان النتائج هتبقى تجد مقاومة وعدم استعداد والممارسات مش ماشية. فقلت له لا، احنا لا نتدخل في شؤون الآخرين، لا نكون عامل هدم أو تخريب للدول، لا يعني نكون عندنا استعداد للصبر الاستراتيجي في الأزمات والصراعات اللي ممكن تقابلنا، لأن احنا دولة هنعيش زي كل الدول لها أزماتها وليها مشاكلها. فاحنا لا يمكن ابدا يكون ازماتنا وصراعاتنا تبقى هنتعامل معاها بالصبر الاستراتيجي والافكار، ولكن ابدا مش هنخش انت تعمل بيان راح انا مطلع لك بيان، مش ده اللي بيعملوه؟ انت تروح عامل لي طارد لي سفير راح انا بطارد لك سفير، مش ده اللي بيعملوه؟ لا، احنا مش هنعمل كده خالص. وبالتالي احنا هنعيد بناء السياسه المصريه على ثوابت هي مش ادبيات السياسه القديمه، الرياده والقياده والكلام اللي بتحبوا تقولوه كلكم، لا، انت بتمارس سياسه سياسه تعاون وتشارك مع الاخرين. هتقول لي انت الكلام ده كلام مثالي، هقول لك والله النتائج قدامك. هقول لك يا احمد النتائج قدامك. هل احنا اكتسبنا ثقه الاخرين اللي كده واللي كده؟ في ثقه وفي احترام شديد جدا فينا، رغم ان احنا قدراتنا كمكانه مش بال يعني مش دول متقدمه اقتصاديا وعندها مقدرات، لا احنا ظروفنا صعبه جدا. ف ده كان الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، ومش بس كده، وكان اعاده بناء الانطباع، إعادة بناء الانطباع عن الدولة المصرية دي. أي كلمة بقولها لكم هنا يا جماعة عنوان، العنوان ده تحول لخطط وسياسات اتنفذت. عايز أبني انطباع عن الداخلية، ألاقي عربية مكسرة في الشارع؟ ألاقي فرد أمن قاعد على الرصيف؟ أنا بقول كلام مظبوط يعني، ألاقي فرد أمن مركزي قاعد على الرصيف؟ وأنا كنت الكلام ده لما أتكلم بالتليفون يستغربون، أخلي وزارة الداخلية في محمد فحمود تاني؟ مش كده؟ ده في 2013 ولا كده، قلت كان محمد ابراهيم، قلت له نبني لك وزاره في الاكاديميه، انت ما تبقاش في وسط البلد.
اللي اتعمل في مصر في 2011 ده عمل لابد تتخذ منه الدروس والعبر، وتتحول كل الإجراءات اللي اتعملت ضد الدولة إلى إجراءات مضادة ما تتكررش معها تاني. يعني أنا أنزل أحاصر مجلس الوزراء وأحاصر البرلمان وأحاصر المحكمة الدستورية، وأنا كنت امبارح بكلمكم بقول لكم إن اللي كانوا بينزلوا الأشرار كانوا بينزلوهم بعشرين جنيه وشريط ترامادول. أنا كنت مدير الاستخبارات، أنا كنت مدير الاستخبارات وشايف كل حاجة بتتعمل في البلد يا محمد، كنت شايف بيعملوا إيه في البلد. أنت بقى في التلفزيون تشوف إيه؟ تشوف مظاهرة فيها 50,000 70,000، رأي عام، الناس رافضة، خدت بالك؟ الشعب يريد. إزاي أبني لك الشعب يريد؟ اسمعوا كلامي، إزاي أبني لك الشعب يريد؟ شوفوا ليكوا كلكم، إن اختزلتوا العلاقة اللي بيني وبينكم في فكرة إن أنا أبقى موجود هنا، يعني ده قيمة تجرحني. اسمعوا كلامي لو سمحت. لكن لو انتم حافظتم على بلدكم وحميتوها وكبرتوها، مين موجود هنا مش مهم. اسمعوا كلامي، والله انا صادق معكم. اسمعوا بس الكلام، بس اسمعوا الكلام، اسمعوا الكلام بس. طب اسمعوا الكلام، اسمعوا الكلام. المهم طب اسمعوا، طيب المهم هي تكمل، المهم هي تكمل. طب اسمعوني من فضلكم، الكلام اصله مش ليكم انتوا بس، المهم هي تكمل، المهم هي تكمل، المهم هي تكمل. خلوني اوصل. والله الموضوع ما زعل. طب اسمعوني طيب. سبحان الله. نستأذن حضراتكم. كمل يا سيادة الرئيس. اسمعوا كلامي. أنا لما بقول الكلام دوت بتستبقوا الأحداث ليه؟ الفكرة اللي بيننا وبين بعضنا كأهل مصر هي إن تفضل مصر باقية، تفضل بلدنا حية، تفضل بلدنا قدام. دايما تحلموا بكده، فنرجع ل لما اتكلمنا في ده فقلنا إعادة بناء الانطباع. إعادة بناء الانطباع معناه إن شكل الدولة المصرية لدى المواطن المصري، لدى المواطن المصري تشعروا يعني بكلمة مهذبة يعني بالقلة، بالإيه؟ بالقلة. فأنت الناس يقول لك إيه؟ فكان لابد إن كل فكرة تتعمل في الدولة المصرية تشعرك مش بالقلة، بالعزة. يبقى تلاقي مؤسساتك في المستوى اللي احنا عاملينه هنا ولا لا؟ طب تعملها ازاي من غير ما تاخد من الدكتور معيد فلوس مش هيديني؟ صحيح انا بكلمكم. هم بقى ايه الفكره بتيجي ازاي؟ ازاي اشككك عشان افرغ لك من المضمون كل عمل طيب تعمله؟ فيقول لك ايه؟ خدوا البزمه اللي انتوا فيها دي ده عشان هم عملوا دي. لأن هو قاعد في مسلسل كذب وافتراء وبهتان، لأنه الله
البلد هتقوم يا جماعه، دول هينجحوا يا دكتور، هي ايه هينجحوا، ده انتوا لازم تزودوا، انتوا لازم تعرفوا ان خلال الشهرين ثلاثة الجايين دول استعدوا لسيل من الاكاذيب والافتراءات لا تتخيلوها لغايه الانتخابات. لا طيب ما انا هقول لكم، بس طب اسمعوا، ما تخلوش ابدا انطباعاتكم وليده اللحظه، خلي انطباعاتكم مستقره، خليكم اسمعوا مني، خلي انطباعاتكم دايما مستقره وبعيده المدى. هرجع تاني للسياسه الخارجيه واقول كنت اتمنى انا هقول، لان طبعا طيب، وانا بس بتكلم في النقطه بتاعت اللي الوزير سامح اتكلم فيها. تقولي لي طب انت كنت راضي عن الاعلام وتناوله لمشاكلنا مع الاخرين 100%؟ ايه لا، لا بحب طولة اللسان ولا بحب الاساءه ولا بحب ابدا. يعني انت تفضل تسألي وتطول لسانك عليا وانا اسكت؟ اي يعني انت تفضل تمكر بيا وانا دافع؟ اي كل ما تغضب تعمل ايه؟ نشتغل، تشتغل اكتر، كل ما تغضب تشتغل اكتر، كل ما يجرحوك تشقى اكتر، كل ما يطولوا لسانهم عليك تنجح اكتر. حول الاساءة لوقود لنجاحك. انت هتقعد تشتمه في الاعلام وتقول له يا مش عارف في ايه لا 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 لا، ده انا ما لن أشوه لساني بالإساءة أبدا أبدا. فكنت أنا بس مش قادر أقول كده، أقول لهم يا جماعة ما حدش يسيء لي خالص، ما تتكلموش، اتكلموا غير في قضاياكم ومشاكلكم، ما تشتموش حد، ما تبدوش على حد، ما تسيئوش لحد، أمر غريب. فكانت القضية بتاعت بناء الانطباع وإعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل مختلف عما كانت عليه، بحيث يصعب على الأشرار، كل الأشرار إن هم يستهدفوها، هو العنوان اللي قدامي. أنا هقول لكم حاجة، الكل شارك، الكل شارك في البناء والكل شارك في التضحية. يعني الكل شارك يعني إيه؟ يعني مؤسسات الدولة شاركت؟ آه. أنا هقول سامح، أنت خفضت المرتبات كم مرة؟ ثلاث مرات. قول للناس ثلاث مرات او اربعة. خفض مرتبات وزارة الخارجية ثلاثة ولا اربعة؟ ده حد يعرف كده؟ اذا وزارة الخارجية ساهمت بحاجة، المؤسسات الدولة كلها بالكامل اشتغلت عشان تحل المسألة، القوات المسلحة والداخلية دفعت ثمن كبير قوي. الداخلية كانت بتعيد بناء نفسها وبتكافح الارهاب، كانت بتعيد بناء نفسها وكمان بتكافح الجريمة. أنا والله والله العظيم أنا ما بدافع عن حد قد ما بقدم لكم الناس اللي هم أهلكم اللي عمل كده، مش أنا ولا حتى محمود وزير الداخلية أو مجدي عبد الغفار قبله أو محمد إبراهيم قبله، اللي عمل كده هم أهل أو أبناء وزارة الداخلية، هم أبناء القوات المسلحة، هم اللي دفعوا الثمن دوت. فإعادة بناء الانطباع مع إعادة بناء مؤسسات الدولة كانت فكرة عشان الشعور بالقلة يتراجع، لدرجة أن أنتم بس أنتم نسيتوا في حدث كوفيد وما بعده أن أنتم ابتديتوا إيه تعيشوا حالة من الإيه يا دكتور؟
17 و18 و19 حالة من الايه؟ خلاص بقى بنجيب 6 و6 ونمو ومعدل نمو واقتصادنا قوي وبنبني العاصمة، ومش ده اللي حصل ولا انا غلطان؟ فهم قدروا في خلال الفترة بتاعت كوفيد والثورة والحالة الاقتصاد دي انه يعيدوا بناء حالة القلة تاني. اللي ايه يا دكتور؟ القلة تاني. احنا مش قليلين بالله المطلع علينا وعلى مسارنا، وربنا يعيننا على كل طيب، ومش قليلين بيكو. لا لا لا، بيكو بيكو انتوا يا مصريين اللي صامد. اسمعوا، 77 الرئيس السادات، يعني طيب انا كل اللي بعمله بعلق على الكلام بتاع الوزير سامح والوزير محمود. ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه، انا بحكي لكم، انا بحكي الحكايه عشان تعرفوا يعني ايه دوله، عشان تعرفوا يا مصريين يعني ايه دوله، عشان تعملوا ايه. انا لو عرفت لوحدي مش كفايه. طب اسمعوا بس، طب وهنا اللي بنى ربنا، شوفوا انا ليا الشرف، عظيم الشرف ان اقول اللي ساعد ربنا، ويا رب يكمل ربنا. ف طيب، طب هو انت يعني، هو انا ما استجبتش؟ طيب، طب خليني اكمل بس النقطه ديت. ده انا بقول لكم كلام مهم والله قوي. كان مهم قوي. طب يعني احنا عاملين برنامج. نستأذنكم للسماع لسيادة الرئيس. اتفضل يا فندم. كان مهم قوي ان احنا الصورة المهتزة عن الدولة المصرية تنتهي. الصورة اللي تشكلت عن مصر في أذهان العالم خلال 2011 و12 و13 و14 تنتهي، ويبقى في صورة أخرى لدولة قوية قادرة مختلفة. ودي كانت الفكرة كلها اللي انتوا عشتوها في التسع سنين اللي فاتت، كانت كده. إيد هتقاتل وتظبط وتسيطر وتمنع بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكل ما أتينا من
من قدرة على أن احنا ما نتجاوزش ونظلم، والله شهيد. ثم إيه التانية؟ بنفس القدرة بنفس القوة تشتغل وتبني وتعمر عشان نغير الواقع القاسي المظلم اللي احنا كنا موجودين فيه، نغيره وتبقى بلد تليق بيكم وبأبنائكم وبأحفادكم، ومحدش هيعرف يعملها غيركم انتم. صدقوني انا، عارفين هتنجح ازاي؟ هقول لكم. طيب هتنجح بالله سبحانه وتعالى وبتحملكم وصبركم. والله العظيم انا اخوكم. يعني طب انتم مش مستغربين ان في كل الدول اللي كان فيها ارهاب ما نجحش المقاومه او المكافحه ونجحتوا انتوا؟ طب مش مستغربين؟ طب هو انتوا مش مصدقين ان كانت ايد المعونه بتاعت ربنا كانت معانا؟ ايد ايه؟ انا ليا الشرف انه ساعدنا، ليا الشرف انه اكرمنا، وبنقول يا رب كمل كرمك علينا. شكرا سيادة الرئيس.